20 تما مرهونين. كيفاش هاد الملف؟ قال لك عنده ضرب وعزة وضرب وعزة على الشياع في اسم ثلاثة هاد الجمعيات. قال لك عنده عين حرودة داتها ليه الدولة، وهاد الأرض قالت فيه الدولة كلمتها، والدولة بدات كتخلص هاد الفلوس، بدا كيخرجهم بدا كيلعب بهم بلا راقب ولا حسيب. كنطلبوا من جامع السلطات يدخلوا في هذا الباب، وهاد الناس راه ما كيطلبوكمش باش تعطيوهم، كيطلبوكم باش توقفوا معاهم وياخذوا حقهم اللي هاد الناس وقعوا معاهم وسيناو معاهم. وقانون اساسي وقانون اللي ما يتحترمش مولاه. هاد السيد دار قانون اساسي في 91 جدو في 95 وبدا كيلعب علينا هكا وهكا، والسلطات اللي كياخذوا بعين الاعتبار هذا القانون الاساسي راه لاغي ما عندوش الحق. وهاد الناس اللي عدم الضمير كنطلبوا منهم يرجعوا ويشوفوا في هاد الامه ويشوفوا في هاد الضائعين ويشوفوا في هاد الشيء المتضررين. رحنا عندنا 2000 مرضى، ناس عياو، عندنا 2300 مخارج، ناس مواطنين، ناس كيبغيو مغربهم، كيبغيو بلدهم، كيبغيو مالكهم. انتم كتشوفوا ناس سلميين كنطالبوا بحقوقنا بطريقه سلميه. حنا تبعنا القضاء، مشينا للمحكمه للاستئناف، مشينا للابتدائيه، دابا في النقد والابرام. هذا السيد رئيس الجمعيه الجدع عبد الرحيم ما شناش من 1991، دار جمع من 1991 ما شناش، شلنا في قصر الطالب من يخرج من الحبس، دخل الحبس المره الاولى وشهد على راسه باش يخرج حتى يستافد اخر منخرط. وحنا دابا ما بقيناش كنشوفوه. هاد الناس انتم كتشوفوهم ناس ضعفاء، ناس قلال الصحه، ناس شياب، اللي مات واللي عنده مشكل اجتماعي، اللي عنده مشكل ديال السكن. وحنا باقيين كنطالبوا بحقوقنا بطريقه سلميه، وحنا بقات عندنا الثقه في واحد هو ملكنا، ملكنا محمد السادس نصره الله. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش محمد السادس. حضور كريم، كنشكركم كاملين على هذا الحضور. وبهذه المناسبه ديال عيد المسيره احنا فرحانين اليوم، عيد المسيره اللي عيد وطني كيحتفل به المغرب كله. احنا ضحايا جمعيه الامانه، كنحضروا كل حد الصباح هنا ورا الله عالم، وكنكملوا الجمع ديالنا بالدعاء. كنتمنى من الله يستجب الدعاء ديال هاد الناس، هاد الناس كاملين، والناس اللي ماتوا وخلاو من ولاهم وليدات صغار وعيالات ارامل. وبهذه المناسبه كنحيي سيدنا وعاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. كنحيي الملك وكنحيي الاسره العلويه والاسره الملكيه. وباش ما نكطولش، راه الاخوان قالوا ما فيه الكفايه، الله يخليكم، راه كاينين صحافه معنا اليوم اللي غادي يديو اقوال واحاديث ديال الناس. منين نكملوا ضروري التجمع يبقى باش نعطيوكم المستجدات اللي كاينه في الملف. كاينه خروقات، كاين اجهاض، الملف ديالنا راه غادي وكيتاخر اكثر من 25 عام، اكثر من 25 عام، اكثر من 25 عام. ربع قرن الناس، ربع قرن، ربع قرن. ملكنا واحد محمد السادس، 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 وكان لنا وليداتنا ورزقنا. حنا رجعتنا ضاعوا، رجعتنا ضاعوا، وما كان لنا مستقر من البرد، وكلشي اللي كان عندنا عطينا السيد وقفنا لحدنا.
دا سكنا الى هذا السيد عكيان نهرب واليوم كنطلبوا من الله من الله تبارك وتعالى وجلالة الملك وقف معنا هالسيد اللي نحل مع السيد هالسيد غمض عيني بغيضه وحده اي بلاصه كنمشي لها كنلقى مسدوده باب تا ما تحلينا باب لقينا عليه كنلقى مسدود مشي لقينا مجاعة مشي للكوميسير قال بلاصه قال يسير مشي مشي ولا كنت حاجه ما بانت لينا شحال من سنه لاله انت وانتم دافعين الفلوس؟ من 90 دابا شي 25 عام هذا السيد ضاع انا وجارتي وجارتي ضاعوا بجوج حتى حاجه ما بانت لينا لا سكنا لا فلوس ما عطانا ما سكنا ولما حنا ضاعين حنا وليداتنا كنطلب الله تبارك وتعالى وجلاله الملك بغينا نحل مع السيده كاملة وكان لنا رزقنا وغمض عينك بغي يستقبلنا كاع نهار الفلوس شدنا واستقبلنا ونهار استقبلنا اش بغيت يشوف هذا شوف